برامز هو الفترة الرومانتيك إيرا، اللي هي كانت المرحلة الانتقالية بين الفترة الكلاسيكية ولاحقاً وما قبل الحداثة. هي فترة كتير كانت غنية، كتير كان فيها فلسفة وفيك تحس فيهم كتير. أصلاً هي فكرة الفاريشن، أنت في عندك ثيم فينا نشوفها بطريقة أنه كمان واحد من الفاريشنز يكون الآلات الشرقية، يلي هذا الشيء رح هو بيخلي العالم يلي هي ما بتعرف الآلات الشرقية تشوفها عن طريق الموسيقى الكلاسيكية.